مشاهدينا في كل مكان، أهلا بكم من جديد إلى غرفة الأخبار. إذا في هذه الفقرة سنتطرق إلى معهد الجزائر الدولي، أين سيشارك نحو 640 عارضا وطنيا وأجنبيا في طبعة 54 لمعرض الجزائر الدولي، والتي ستفتح أبوابها اليوم الثلاثاء وإلى غاية 25 جوان بقصر المعارض صنوبر البحري، وذلك تحت شعار الجزائر نظرة جديدة وآفاق جديدة. تكون إيطاليا ضيف الشرف لهذه الطبعة. وللحديث مشاهدينا حول هذا الموضوع رحب وأسعد باستضافة الأستاذ وخبير الاقتصادي الأستاذ جلو سلامة. أهلا بك أستاذ، صباح الخير وشكرا على قبولك الدعوة. مرحبا بك وبمشاهديكم الكرام على هذا القناة الطيبة. أهلا بك. طيب أستاذ جلول، ربما بداية نتحدث عن العلاقات الجزائرية الإيطالية والتي ستكون إيطاليا فيها كضيف شرف، ضيف شرف هذه الطبعة. وزير التجارة تحدث في آخر خرجة له، أكد أن المبادلات التجارية بين الجزائر وإيطاليا وصلت إلى أكثر من 20 دولار، أكد 20 مليون دولار عفوا. أكد أيضا أن الجزائر تسعى بأن تكون المتعامل الاقتصادي الأول لإيطاليا إفريقيا وأيضا عربيا. ربما كيف تقرأ هذا الرقم وهذه التصريحات؟ تحول، هو تحول جيو اقتصادي، الكلمة التي كثيرا ما أرددها في الإعلام. أنت تعلمين سيدتي أننا لدينا حدود جغرافية ولدينا حدود جيو اقتصادية. الحدود جيو اقتصادية هي حدود مع الدول، هي حدود تجارية مع الدول التي نحسن التبادل معها. لدينا حدود جيو اقتصادية مع آسيا وأهمها مع الصين والهند، والحدود الجيو اقتصادية مع أوروبا كانت إلى وقت غير بعيد بامتياز مع فرنسا، وجاءت بعد ذلك إسبانيا، والآن دخلنا في مرحلة تحديد حدود جيو اقتصادية جديدة وهي مع إيطاليا. إذا نحن حاليا نعمل كثيرا على محور لاكس جيو ايكونوميك ميديتيرانيا، محور جيو اقتصادي لبحر المتوسط، الجزائر لشبونة روما، إذا سي لاكس لألجي لشبون روم. دونك بالتالي عودة القوة أو عودة التبادل التجاري بين الجزائر وإيطاليا إلى مصف الدرجات الأولى مع دول الاتحاد الأوروبي كان منتظر منذ أكثر من سنة. رتب أساسا أو سياسيو البلدين هذا المنهج وهذا المحور. نحن في المحور الجديد لتعميق العلاقة التبادل بين ضفتي البحر المتوسط على المحور الجزائر لشبونة روما. طيب حديثك عن الحدود الجيو اقتصادية ربما ما يفسر مشاركة أكثر من 30 دولة هناك من إفريقيا أكيد، أوروبا وحتى من أمريكا الجنوبية، آسيا وحتى من دول عربية. ربما اليوم هل الجزائر تريد دخول أسواق جديدة، تغيير من الأسواق مقارنة بما مضى كانت ربما تركز على دول إفريقية؟ شوفي يعني حتى المشاهد الكريم والنخبة السياسية تفهم التوجه للخطة الكبرى الاقتصادية الجزائر التي أنا أحاول أن أساعد في رسم معالمها. خطة 25-50 يعني 2025-2050 ترتكز على خمسة محاور جيو اقتصادية بامتياز. المحور الأول هو محور التبادل على ضفتي البحر المتوسط، وهو أو التبادل بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، وهو مختصر في محور الجزائر لشبونة روما كما ذكرنا. المحور الذي تأكد بعد زيارة رئيس الجمهورية الجزائرية إلى فيدرالية روسيا، وهو محور الجزائر إسطنبول أو الجزائر أنقرة موسكو، محور الجزائر لالجيري لا تركي لا روسي، دونك ألجي أنقرة و موسكو. المحور الثالث وهو محور آسيوي بامتياز، محور جيو اقتصادي الجزائر بومباي بكين، دونك الجزائر الهند والصين. المحور العربي وكثير ما روجنا له في الإعلام ويبدو أنه بدأ في الانتعاش، هو محور الجزائر القاهرة الرياض.
يبقى لنا المحور الخامس دونك لي 5 بيلي دو ديفلوبمون جيوكونوميك دو لالجيري 2025-2050. المحور الخامس هو محور افريقي بامتياز هو الجزائر لاغوس بريتوريا دونك الجي لاغوس اي بريتوريا. دونك هذه هي خمس محاور ل 25 سنه قادمه يجب على الاقتصاد الجزائري ان يتشبع من خلالها بحاجياته من الاستثمارات وحاجياته من التبادل التجاري بيع وشراء في هذه الخطوط الخمسة التي أشرنا إليها أو المحاور الخمسة التي أشرنا إليها. أكيد أستاذ ربما لما نتحدث عن الاستثمار نتحدث أكيد على قانون الاستثمار الجديد. رئيس الجمهورية ربما في زيارته الأخيرة لموسكو أكد في خرجته الأخيرة أكد أنه قانون الاستثمار اليوم سيشجع المستثمرين الأجانب لدخول السوق الجزائرية يحثهم ربما على اكتشاف السوق الجزائرية. شوفي هو قانون الاستثمار في حد ذاته شيء جميل لكنه لا يكفي شيء وهذا معلوم حتى أن رئيس الجمهورية في موسكو قال صراحة أمام مجمع من رجال الأعمال الروس قال لدي مشاكل بيروقراطية ولدي حاجيات في لا ديجيتاليزاسيون ولا نيميريزاسيون اكسيترا دونك نحن لا يعني لا نغطي على عيوبنا ونقاط ضعفنا ولهذا نريد ان نتبادل مع منهم اقوى منا حتى نتقوى بهم. انا كنت فقط اريد ان اضيف الى كلامك ان زيارة الوفد الجزائري الى روسيا وخاصة الحضور في منتدى بيترسبورغ لرجال الاعمال كان أحسن فرصة إشهار حصلنا عليها منذ 20-30 سنة، يعني إشهار عالمي كبير بحضور دولي مخصص أو متخصص وهو الحضور الحضور الاقتصادي دونك 130 بيي اي ديليغاسيون purement économique des hommes d'affaires et des représentants de gouvernement intéressés par des relations avec Moscou et donc accessoirement par des relations avec l'Algérie. Donc حنا حصلنا على فرصة ثمينة للإشارة. لو دفعنا أموال لكي نحصل عليها لكانت بمئات ملايين دولار وربما لم تكن بهذه النتيجة. إذا نحن وضعنا أمام الرأي العام الدولي الخاص بالاقتصاد والمتقرب نوعا ما من المحور الأورو آسيوي أي روسيا الهند والدول المشرق والدول الإفريقية وعرضنا عليهم ce qu'on appelle les potentiels économiques d'investissement en Algérie donc قدرات الجزائر لاستيعاب استثماراتهم وأكثر من هذا وذاك أعطينا الضمانات. إذا قانون الاستثمار الذي أشرت إليه بكل امتيازاته ولا زالت فيه بعض نقاط الضعف سوف نتداركها بإذن الله مستقبلا كان بمثابة إن كارت دو فيزيت بطاقة تعارف وكذلك بمثابة ضمان لرؤوس أموال المستثمرين. نحن نقول الناس اروحوا لعندنا جيبوا أموالكم جيبوا تكنولوجياتكم اروحوا بأهلكم استثمروا في الجزائر انستاليوا في الجزائر ما تخافوش على رؤوس ربما قانون الاستثمار يمتد إلى 10 سنوات. شوف 10 سنوات قصة واحدة أخرى 10 سنوات لأنه كان يعاب علينا التذبذب في التشريعات دونك لا ستابيليتي جوريديك نتاعنا لكن هذه النقطة ربما أحسست كثير كانت معابة علينا معابة على المشرعين الجزائريين أنهم كل سنة يخرج لك بقانون جديد خطرة 54-49 خطرة لا ناحية يرجع بدل غير هذيك الانستابيليتي جوريديك ألا في فوير لي جون الناس كاملين ربما تقول لك كيفك علي السوق هذا خطوني هذا كل عام يبدل القانون دونك الاستقرار التشريعي كان مطلب من مطالب تحسين مناخ الاستثمار في الجزائر لكن أود أن أقول أن التغير الجيو اقتصادي العالمي هو في صالحنا حاليا إذا أردنا أن نجلب استثمارات علينا أن نعطي ضمانات وأن نعطي تسهيلات هم الكلمات المفتاحية لا فاسيليتاسيون اي لي غارونتي لا فاسيليتاسيون لو تاكس اللي حكينا عليه دونك التسهيل بالنص هذا نص قانون الاستثمار راه وضح لابيترين قال فو فوني فو سري كوريكتومون تريتي لا بيروقراسي المتوحشه نتاعنا المعروفه يعني
لتوحشها عالميا، رانا نحاولوا كيفاش نكبحوها ولو انها شويه صعبه، لكن الضمانات على رؤوس اموالكم وعلى الاستثمار وعلى خروج الفوائد من وراء استثماراتكم لا غبار عليها. اذا نحن نعطي تطمينات ونعطي ضمانات. يبقى نقطه الضعف الكبيره في المنظومة الاقتصادية الجزائرية، كل يعرفها، يعني نقطة الضعف هي ثلاثية، وأنا أود من منبركم هذا أن ينتبه لها القادة السياسيون والسلطة العمومية، وهي أظن أنها تدري ذلك. نقطة الضعف الثلاثية هي النقطة الجبائية، النقطة المصرفية، والنقطة الجمركية. سي لو تريو كي كونستامون افيبلي ليكونومي الجيريان، اللي دائما كان وراء عدم حصول الجزائر على فرصة في القفزات الاقتصادية والاستثمارية. دونك سي لي زوبوفريناج اونفا بلوتو لي فرا موتور نتاع ليكونومي الجيريان هم توجور كانوا هذو ثلاثة. دونك المنظومة المصرفية، البنك اون جينيرال في سا لوجيك دو كريدي اي دي ديكوفير اي توا سي لا كاتاستروف، سا توجور ايتي الكا، سا با شانجي، سا ريست با شانجي دو سيتو. دونك عندنا ضعف لي بنك، المنظومة المصرفية، ضعف المنظومة الجبائية، ألو كارثة من الكوارث الكبرى. وعندنا الضعف على جهتين، أولا تعرقل التحصيل الجبائي، دونك لي غوسات دو ليتا مشي تساعد في الدولة باش تريكيبيري سوالدها، ومن جهة أخرى دايرة يعني منظومة ضاغطة على الناس، ومي كيشغل رجعت واش والله لا أود أن أقول هذه الكلمة أنها لم تتغير على الإدارة الجبائية الاستعمارية، يعني أنا أقولها على مسؤوليتي. جو بونس كاين ريفورم أورجونت إي نيسيسار في لو سيستيم فيسكال تاعنا، توت أنفون، تو لو دوغم فيسكال دوات تريفيزي، لو دوغم فينانسيي إي لا لوجيك كومون ديراج دوانيير، لا لوجيك دي باريير دوانيير إكسترا. حنا شفنا لي باريير دوانيير سوطاو مع الاتحاد الأوروبي وبقاو مع الدول الضعيفة مثل الدول الإفريقية والدول العربية اللي نحتاجها. بالتالي لي زافونتاج اللي مدي لي كادو دوانيي اللي مديناهم للاتحاد الأوروبي تقاموا لنا في 30 سنة، في 23 سنة حوالي على حسب علمي من سوق إلى من 22 إلى 28 مليار دولار خسارة الخزينة الجزائرية، ولم نحصل على نقل تكنولوجيا، ولم نحصل على أسواق جديدة. يعني حان الوقت للحذر ولمراجعة هذا المنظومات الثلاث الخطيرة على. طيب أستاذ، ربما كل هذه النقائص كيف يجب استدراكها اليوم من أجل ربما هذا المناخ، مناخ الاستثمار يكون كامل ومتكامل اليوم؟ شوفي سيدتي الكريمة، الاستدراك يجب أولا سكون أبل شجاعة القرار في المراجعة. سي لو كوراج دو لا ديسيزيون دو ريفيزيون. يفوا علي اون بروفوندور دي شوز. قانون الاستثمار شيء جيد، لكن قانون النقد والقرض، رغم أننا أنا كنت من أوائل الخبراء الذين طالبنا بمراجعته منذ سنتين، وطبعا وافقتني السلطات العمومية وجلت في هذا المنوال وهي مشكورة على ذلك، إلا أنه الصيغة التي خرج بها لا زالت أدنى وأدنى بكثير من حاجيات الاقتصاد الجزائري وخطة التكامل الاقتصادي 25-50. لماذا؟ أن قانون النقد والأرض نقح الإشكاليات ولم يذهب إلى العمق. نحن كنا نطالب بفك الارتباط، بفك سكون أبل لا باريتي دو شونج دو دينار من الإدارات. يعني حان الوقت نفيقوا شوية، قال حبس هاد لاباري لا فوس باريتي دو دينار اريتي بار لا بانك سنترال، هي كيل شوز كي نفا با، لازم نرجعوا للسوق. كيفاش الدينار في السوق يسوى قدا انت عندك في البنك المركزي نتاعك تقنن فيه بجرة قلم، هكذا ثلاثة أربعة تاع الناس يجتمعوا ويقنن يجينا صافي في الحكاية هذه بركات. دونك لازم نرجعوا للواقع، نردوا له قراءة واقعية للاقتصاد نتاعنا، نرجعوا لقيمة الدينار الحقيقية. يوم بليس دو سا عندنا ديماس مونيتار انورم اور كونترول. انت يقول لي عندي اقتصاد موازي، ما عندكش اقتصاد موازي، انت راك تقنن فيه. كي تقنن الدينار، قيمة الدينار في جماعة في بنك مركزي، خلاص انت صنعت السكوار، انت صنعت الاقتصاد الموازي. لازم تتراجع على التفكير هذا. اذا الاصلاح يبدا بالشجاعة في اتخاذ القرار في المراجعة العميقة للعقيدة المالية الوطنية. دونك يفو اون ريفيزيون
en profondeur du dogme financier et monétaire national. هنا لازم نقبلوها. هذه لا ريفيزيون تندار على المحاور الثلاث اللي اشرت اليها. لازم محور البنكي المصرفي، دونك لا ريفيزيون مونيتير فينانسيير توشي مباشرة المنظومة المصرفية والمنظومة البنكية، توشي المنظومة الجمركية، وتوشي بالخصوص المنظومة الجبائية. لأن المنظومة الجبائية أنا كنت طالحت مؤخرا في إحدى كيفاش نقول حنا لي ميموار دو دكتوراه تاع واحد من طلبة النجباء في جامعة بومرداس، شفنا باللي لا فيسكاليتي entre 2008 et 2014, fiscalité pétrolière était en chute libre, alors que le pétrole, les prix du pétrole étaient en augmentation vertigineuse. Le pétrole رايح فايت 100 دولار والجبايه يعني كي تراسي المنحنيات، البترول طالع والجبايه تاع الدوله هابطه. شيء هذا كارثي، شيء هذا شيء عظيم. وانا اطالب انايا حتى يصرى بحث معمق في الامر هذا، ونبحثوا عن الناس اللي وراء هذه الكوارث الجبائيه. حان كذلك الوقت لمراجعة عميقة، يفو افوار لو كوراج دو لا ديسيزيون، الشجاعة في اتخاذ القرار في مراجعة المنظومة الجمركية من حذافيرها. يا بروبليم اون اوفر ترو دو كادو دواني ا دي جون كي نو ميريت با، يا دي زونتيتي يا دي غوفرنمون كي نو لو ميريت با. حان وقت مراجعة الاتفاق مع الاتحاد الاوروبي، ما دينا والو، خصنا صوالد كبار. دونك ها هي المحاور الثلاثة اللي الناس من الخارج كيشوفوا فينا اون ابري لو كوراج دو دالي ريفورمي. احنا يقول لك بون، الناس هادو فهموا وراء الاشكال نتاعهم، وراهم يحروا في الاقتصاد نتاعهم. اذا تحرير الاقتصاد يبدا بمراجعة المنظومة الثلاث. انا بالامس كنت في احدى ولايات شرق العاصمة، هاي نذكرها بالضبط، في تيبازا، مشيت لإدارة الضرائب حتى أقدم جزء ما يعرف بالجي سيكوند تاع واحد زميل. تشوكيت، 300 شخص منتظرين في أبواب الأروقة تاع أنسون. علاش هذا؟ علاه تقولوا جي سيكوند تدفعه بين 12 و 20؟ يا خويا حل الشر نتاعك وخدم انت إدارة عمومية. احنا كنا في الوفد تاعنا كان في روسيا، شوف الإدارات العمومية في روسيا تخدم 6 تاع الصباح ل 12 تاع الليل. انت كيفاش تقول لي انا إدارة عمومية مشيت لعنده 9 ونص قال لك خلاص غادي نغلقوا مدينة تيكيت؟ واش من اللوجيك هذه؟ انت إدارة عمومية تستقبل رجل الضرائب 6 كليون عندك زبون، كيفاش قاعدين يعني تديروا؟ ربما اليوم المشكل هو في الإدارة، مشكل إدارة عامة، وأيضا مشكل بيروقراطية نوعا ما. شوفي كان تحدث عليها أيضا رئيس الجمهورية. جوستومون، شوف لو بريزيدون ا لو كوراج دو دينونسي لا سكون ابل لا بيروقراسي سوفاج اون الجيري في اللغة الأكاديمية. خلي بالك ما نقولش اللغة الإعلامية البيروقراطية السوفاج، نقول اللغة الأكاديمية نتاعنا نسميوها التواطؤ البيروقراطي، لو كلوازونمون بيروقراطي. تلمو يشبكوا الإجراءات في بعضهم بعض باش يغلقوا حتى على السياسيين. يعني تصبح الدولة رهينة البيروقراطية، رهينة الإدارة العمومية نتاعها. حنايا ننصحوا ونقدموا الاستشارة وسي غراتوي، اون اي بيي كافيك لا بوتاي دو مينيرال دونك سي غراتوي، اون اوفر دو كونساي ايسي. Il faut avoir le courage de casser ce système bureaucratique. Il faut aller à la casse. Il faut le broyer. كيفاش تبروايي لو سيستيم هذا؟ صار لك كيقول لك المثل الشعبي، اذا دخل الثعبان الى بيتك فلا تدعوه الى العشاء بل اقطع راسه. يجب قطع راس البيروقراطيه، اقولها على مسؤوليتي، حان وقت قطع راسها. كيفاش تقطع على راسها؟ كل افعال نحي لها السم نتاعها، نحي لهم الصلاحيات، فرغ المنظومات نتاعهم الصلاحيات. ناخذ مثلا منظومه الجبايه، فرغ لها الصلاحيات نتاعها، حطها في لي بلاتفورم نيميريك، دخل لي لي كونسيي فيسكو اي جوريديك، اعطي لهم تسهيلات حتى ما تكون مثلا ان كونسيي فيسكال في الجزائر تحتاج 20 سنه. يعني واحد يدير انجينيوري فينونسيير يولي خبير في 5 سنوات، انت تقول له لا باش تكون مستشار جبائي تحتاج 20 سنه. والقانون اقدم قوانين الجزائر او 1971، ردوا بالكم واش قاعدين ديروا. ومن بعد انت تقول لي مثلا ناخذ انا لو سي دي تاع سونتر دي زامبو تاع تيبازا، عندك شرشال لو بور لو بلو غران بور دافريك دا ميديتيران حيكون في شرشال. هاد الناس هادو ما يقدروش يستوعبوا المستثمرين اللي رايحين يجوا في البور هذا ورايحين يكونوا طيب بور ايكونومي. فقط يبقى معنا سنذهب الى فاصل ثم نعود لمواصله هذا النقاش.
مشاهدينا في كل مكان، اهلا بكم من جديد الى فقره النقاش. اذا كنت اناقش رفقه الخبيره الاقتصاديه جلول سلامة حول الطبع 54 لمعرض الجزائر الدولي التي ستفتح ابوابها اليوم، وعلاقات الجزائر الاقتصاديه مع دول العالم. طيب استاذ سلامة، ربما كنا نتحدث عن كيفية ربما دعم مناخ الاستثمار هنا في الجزائر، وربما تغطية كل النقائص التي هي في الاستثمار الجزائري. أختي الفاضلة، كنا أشرنا إلى المحاور الخمسة الجيواقتصادية التي اقترحنا أن تبنى عليها خطة إدماج الاقتصاد الجزائري في المنظومة العالمية باش نسرعوا الدخول نتاعنا للبريكس، وباش ندخلوا في ليكونومي مونديال اكسيليري اكرواسونس اكسيليري ذات النمو المتسارع. كنا اقترحنا خمس محاور جيواقتصادية أشرنا إليها مسبقا، وكنا قلنا أننا حصلنا على فرصة ثمينة للإشهار في روسيا في منتدى رجال الأعمال سان بيترسبورغ، لا يجب أن نضيع ما حصلنا عليه من استثمار. رئيس الجمهورية حصل على نينوم كومبان بيبليسيتير بور لونتربريز الجيري، الشركة الكبرى الجزائر، لا يجب علينا في الداخل أن نضيعها. حان الوقت كما كنت أقول لك منذ قليل أن نأخذ ونراجع المنظومات التي تسببت في فرملة النمو الاقتصادي الجزائري، وكنت أشرت إليها بوضوح وعلى مسؤوليتي، وهي المنظومات الثلاث. المنظومات المتشابكة بمنظومة النقد والمالية هي المنظومة المصرفية البنكية، منظومة الجبائية، ومنظومة الجمركة، وكنت أشرت إليها وأؤكد طلبي إلى السلطات العمومية في البلاد لكي تنتبه وتفتح النقاش وتأمر بمراجعة عميقة للنصوص والقوانين التي تحكم هذه المنظومات، وأن نتجه نحو التسهيل. دونك سي لا فاسيليتاسيون اي نون با لا كومبلكسيفيكاسيون دي تيكست. بالتالي البيروقراطية ستتراجع كما كنت أقول لك، كالأفعى التي سننزع سمها. إذا نزعنا منها الصلاحيات وأفرغناها وأخرجنا سكون أبل أنا إكسترناليزي إن بارتي دو لور بوفوار، ستبدأ المنظومة تتلاشى من الداخل. إذا مراجعة المنظومة الجبائية يجب أن تكون بتوسيع الوعاء الجبائي، هذا أولا، بتخفيف الضغط الجبائي. وأقترح لأول مرة على الإعلام الجباية السلبية، دونك لامبو نيجاتيف انفير لي ميناج اي انفير اون كاتيجوري دونتربريز، باش يصرى نيسور ايكونوميك، يصرى ان ريفاي. انا كنت في يوم دراسي بعد منذ 3 أو 4 أيام حول الجبايه في الجزائر، افاق وصعوبات. كان احد الحضور أشار إلى أن لدينا هذا الرقم ليس على مسؤوليتي، لدينا في حدود 2 مليون سجل تجاري، 97% سجل تجاري طبيعي، سي دي بيرسون فيزيك، سيغ 2 مليون دو روجيس دو كوميرس. ورانا رايحين، وراهم لي بيتي زونتربريز، وراها لا بي ام نتاعنا، ما نحكيوش على لي كرون زونتربريز ولي كرون سيكتور، مي لا بيتي زونتربريز وين راهي في الحكايه هذه؟ دونك كيف يفو كون غوفا تو سا. انت تروح مثلا شركه، انا شخصيا اعرف شركات فيها 50 عامل داير لك الريجستر فيزيك، حنا لو شيطان ورانا رايحين. هما ليكونومي سا مارش با كوم سا، سي اون انتربريز بلوس دو 4 بيرسون، اعطي له ان ستاتيو تاع اون انتربريز دوفيس، دخلوا في ان ريجيس كوميرس دونتربريز باش تطلع لو نومبر دونتربريز نتاعك، ودير لها ان تريتمون فافورابل، دير لها لا فورماسيون اوبليغاتوار، دير لها لاكومبانيومون كاليتاتيف اكسيتيرا. مين تدخل عندك 97% من 2 ملايين مؤسسه عندها ريجيس كوميرس فيزيك، أشخاص طبيعيين، ربما تجار. هذه النقطة أستاذ سلامة، ربما هذه النقطة ممكن ناخذ من تجربة إيطاليا، خاصة وأنه إيطاليا ستكون ضيف شرف، خاصة بما أنه مبنية على اقتصادها، مبنية على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. شوفي أستاذة الكريمة، شكرا لك، نبهتني إلى هذه النقطة. نحن في 2023 تقريبا نساوي إيطاليا في 1950. شوف المفارقة، إيطاليا بعد الحرب العالمية الثانية انهارت كليا،
ولم تقم إيطاليا على الصناعات الكبرى والثقيلة والاستراتيجية، بل قامت على الصناعات الخفيفة والشركات العائلية، لونتربريز فاميليال، لا بوتيت انتربريز، لا ماين انتربريز. ومن بعد بون عندهم خبرة كوميم في لو دومين بترولي والنافال اكسترا، عاودوا قلعوا، عاودوا ريكوبيراو ليسور ايكونوميك نتاعهم. حنا ما عندناش ان اكسبيريونس في لا بوتيت انتربريز، عندنا ان اكسبيريونس في لا غروند انتربريز خلانا بومدين الله يرحمه وليكيب اللي خدمت معاه حتى بداية الثمانينات، لونساو لنا لا غروند اندستري كما سماوها هما الاندستري اندستريزون. ومن بعد جات جماعة تاع التسعينات بأوامر من الافامي تريبوها لنا بون دركا باش نعاود نقلعوها، سي انكور ديفيسيل ولا علينا. لكن لا بوتيت انتربريز يفو لا غولونسي اي كي ترو لونسي لا بوتيت انتربريز، ماشي بالوريقات ولا شي با ولا في الميدان. في الميدان روح اخويا جيب خبراء نتاعك يعاونوك. انت عندك 2 مليون دو ريجيست دو كوميرس على حساب الاداره الجبائيه، حضرت منذ ثلاث ايام واش قال لك عندي 2 مليون دو ريجيست دو كوميرس 97% فيزيك. نحن الشيطان وراك رايحين كيف مؤسسه فيها 4 5 10، انا مؤسسه فيها تقريبا 80 شخص بروجيستر فيزيك، وراكم رايحين يا جماعه. ومن بعد يقول لي ندير لا كولكت فيسكال، ما تقدرش دير لا كولكت فيسكال، كلشي فوسي ليكونومي ارتيفيسيال هنايا. لكن ربما استاذ سلامه نشوفوا في المعرض الدوليه الجزائريه اللي سينطلق اليوم، ربما نشاهدوا انه كاين مشاركه قياسيه للخواص، نشوفوا انه اكثر من 316 عارض من الخواص، عكس ربما فيما مضى ربما كان الخواص مهمشين نوعا ما. شوف الاقتصاد par définition يعني par définition de l'économie capitaliste يعني من حيث التعريف المبدئي للاقتصاد الرأسمالي، وحنا رانا فيها ورايحين لها شئنا أم أبينا رانا فيها. donc on peut plus faire marche arrière، il faut arrêter cette logique un pas en avant et deux pas en arrière. الاقتصاد الرأسمالي مبني على أساس أن الدولة تساعد على تطوير القطاع الخاص. La production n'est pas du ressort de l'État. L'accumulation du capital يعني تحصيل الثروات ليس من مهام الدولة، من مهام الدولة تسهيل تحصيل الثروات. Donc c'est la facilitation à l'accumulation du capital et non pas l'accumulation. الدولة غير مطالبة. D'ailleurs الرأسمالي يقول لك ما لازمش تدخل بزاف في التحصيل. بون كاين قطاعات اللي الدولة ضرورية تلونسيهم ومن بعد تعاود تبدا ترجع فيهم للبريفي، كيما الطاقة، كيما النقل، كيما كاين حوايج كبار كيما لو نوكليير ولا ما شابه، حوايج كبار تحتاج الدولة هي سكون ابيلا كوليكتيفيتي ناسيونال، الشعب كامل يستثمر باسم الدولة يطور هذاك القطاع يمشي، ومن بعد الدولة تعاود تبدا ترجع فيه للقطاع الخاص. إذا لا لوجيك ايكونوميك في لو كابيتاليزم سي اون لوجيك دو بريفي. كي تشوف لي سيكتور ايكونوميك بيبليك طاغي على ليكونومي تاعك، عرف بلي راك في اشكال وما راكش في الاقتصاد الحر. الاقتصاد الحر مبني على الخصوصيه. لازم الجزائريين حكومه وشعبا وقياده نتصالحوا مع الاعمال ونتصالحوا مع رجال الاعمال. يلفو كيلين ريكونسيلياسيون افيك لو مون دي زافير اي افيك لي زون دافير. لازم نشوفوا بلي ان تحصيل الثروه في الجزائر ماهوش جريمه، تحصيل الثروه في الجزائر أو ضرورية اقتصادية. يفو كو تو لي ساجيريان دوفيان ريش سي لو بوف، هذا هو المجرى تاع القانون. انا نفرح يعني سعيد كي نسمع من عندك تقول لي الخواص هم اكثر عددا من القطاع العام، انا سعيد بهذا. اود كذلك من هذا المنبر انه حان الوقت باش نصوتيو من ليكونومي ادمينستري ليكونومي بيبليك هكذا دومينونس بيبليك، لازم نصوتيو فير لو بريفي، نديرو لو بون، نديرو سكون ابل لي 3 بي لي بارتناريا بيبليك بريفي. خلي البيبليك البريفي يدخل في لا بانك، خلي البريفي يدخل في الشركات، خلي يدخل في البحث عن المعادن، خلي يدخل في الامور هذه. يعني كي نسمع يقول لك مثلا رخصنا البحث عن المعادن في الجنوب الذهب، يقول لك اوتوريزي تخدم بالمعول. عايزين من الهضره هذه، هضره هذه كي نخلي من البريفي تاعك يمشي بالالات اخويا، خليه يمشي بالالات ودير انت وياه 30 30 70 ولا 50 50، دير اي فورميل مي لونسي ليكونومي تاعك، ما تخليهاش باراليزي. الاداره راهي مسيطره على الدوله، الاداره راهي مدمرتنا، راهي مفرينيا كاع ليكونومي. يلفو لاشي لي فرع، ليكونومي تقلع بالبريفي، يخطيك البريفي ما تقلعش ليكونومي تاعك.
طيب ربما هذا الرقم يعكس نوعا ما، نشوفه انه مؤخرا كيس تغيرت ربما سياسه وزاره التجاره، اصبحت ربما ترافق اكثر المتعاملين الاقتصاديين، والدليل انه اليوم الخواص راهم بقوه في هذا المعرض الدولي الجزائري. ربما ما الذي تغير اليوم؟ هذه السياسه هل حقيقه هي حتجيب نجاعتها؟ لو حقيقه كان هناك مرافقه صحيحه وقويه للمتعامل الاقتصادي، هل حقيقه حتجيب نجاعتها فوق على ارض الميدان؟ شوف انا اجيبك على السريع، يبدو لي من كلامك ومما استشفيته من الإعلام مؤخرا في وزارة التجارة هناك نية طيبة لتحسين الوضع بالتسهيل مقارنة مع شهور مضت، تقريبا دخلنا في الحيط. بلاف دونك هنايا صرا سكون ابل ان ركول، يا ان شانجمون بار ركول سور سيرتان بروسيدور اللي غلقوا الاقتصاد. بون اون فولي بيان فير، اون فولي بيان فير، يعني الناس ماشي باش ما نديروش ان بروسي للناس، اون فولون بيان فير ايزون بلوكي لا ماشين ايكونوميك. دونك هنايا ليكيب اللي جات جديده دوكا في وزاره التجاره انا نحس بلي راهي تتراجع بسرعه متسارعة عن بعض القرارات التي أخذت في الماضي القريب وأدخلت الاقتصاد بين قوسين في الحائط، خاصة المعادلة التجارية بالذات، يعني سكون أبل لاسبي دو كوميرس اي نوتامون لو كوميرس اكستيريال. صرا نوع من الضغط كبير في التجارة الخارجية، هذاك الضغط انقلب على ضغط داخلي وضر الاقتصاد وتقريبا دخلنا في الركود. حتى اون ا بيردو دي بوين في لا كروسونس ايكونوميك اون 2023 بارابور ا 2022. اون 2022 اون ايتي انكور ميور، اون 2023 اون انكور ريكولي، سي با نورمال. وهذه الضربه مين جاتنا؟ باسكو في الاقتصاد الاثر ما يبانش تمتم، ياثر هز قرار اليوم وما يبان لكش، ما كان والو، انا زيد قرار ما صرا والو، استنى على 6 شهور، استنى على عام، على عام نشوف واش يصرا. دونك القرارات اللي واحد الوقت حنا كنا من المستشارين، حنا من مسؤوليتنا، انا من واحد منهم، واش قلنا؟ قلنا لا ميور فاسون دو غاني دو لارجون سي دو برودوير بلوس اي دو ديبونسي موان، اخدم اكثر، انتج اكثر، ولا بيع اكثر وصرف اقل. لكن ما قلنا لكش حنايا حدد عدد كيفاش نقول حنايا عدد الموردين، يعني حدوا بزاف من بعد كحددتوا بزاف، واش كريي تو كريي لي مونوبول؟ حنا قلنا لا فاسيليتاسيون فاسيليتي، ما تليميتيليش لي نورم وما تنزلش قرارات اداريه، وقف انتاج القرارات الاداريه، اكومباني ليكونومي، ما تروحش تحلق لها ليكونومي، صار لها كي السيل تاع الماء، كي الباراج كي تحله، ما تروحش توقف فيه ولا تحوس تكسرو، اكومباني الواد راه يمشي، حبد سكي الجنينه نتاعك، اكومباني الواد، هز منه اكسترا. هذا الشيء هذا ما صراش. انا نشوف ليكيب اللي جا دركا في وزاره التجاره راه تحاول تصحح اخطاء جسيمه صارت منذ شهور مضت، ان شاء الله ندعو لهم ربي يتوفقوا، لكن النيه طيبه والنتائج ستكون بعيده المدى، ما يفا با فا دي ريزولتا اكور تيرم، سا با باغيت دون 6 موا ان اون بيتات ولا 2. طيب استاذ سلام، ربما كسؤال نختم بهذا النقاش، هذه الطبعه 54 المعرض الجزائري الدولي ستكون ربما الطبعه الثانيه اللي تكون اللي تاتي بعد خطه الانعاش الاقتصادي وربما الخروج من التبعيه للمحروقات، ربما شنو هما الخصائص ولا الهدف الاساسي اللي ربما نريد الخروج به من هذه الطبعه؟ شوف الطبعه اولا سي اون فيترين دو ليكونومي الجزائريه، سي كوا اون فوار انترناسيونال، سي اون فيترين، سي اون اوبورتونيتي باش الوفود الاجنبيه تجي لعندنا وباش الوفود الوطنيه يتعرفوا بعضهم بعض، يتبادلوا. كاين في لا ميم ولايه ما يعرفش خاصته ماتير بريمير يروح يجيب فيها ملاشين، الوغ كو سون فوازان جوست دون لا ميم ولايه ينتج فيها ما على بالوش. دونك يلفو كيلي هاد لي فوار، يلفو كتاني الساده الولاد يل دوفيان دي زونتربرونور دو لور بروبر ولايه، يلفون لا بروموسيون دو لور بروبر اونتربريز دو لور بروبر برودوي ويلقيو. ولا فوا يفو با كسا سوا اونيكمون في الجي اون فوا باغ اون، شاك والي باذن الله لازم تكون عنده شجاعه في اتخاذ القرار انه يلاقي المقاولين نتاعو ويتلاقاهم ويحكي معاهم ويشرب معاهم ناس اسكو قرعه ما خطره في الشهر ويعرف واش صاري في الاقتصاد تاع الولايه نتاعو. ان والي سي اوسي ان اونتربرونور بار ديفينيسيون. لا فوا انترناسيونال سي سي كي قلت لك سي اون غروند فيترين، لازم نتلاقاو مع الاجانب ولازم نتلاقاو في بعضنا بعض، نتبادلوا خبرات، نتبادلوا لي كارت دو فيزيت، نتبادلوا لي بوسيبيليتي دي شونج. انا كنت ما نحكيلكش على هذه باسكو بدات اليوم ومازال ما شفتهاش. العام اللي فات مشيت في بافيون واحد، لو بافيون او نتاعنا، وجاي لتحت خلاص، ماهوش لي بافيون سنترال كبير، بافيون واحد
زرت حوالي 30 40 مؤسسة خاصة على مسؤوليتي وقلتها في الإعلام. بافيون أو واحد شفر دافير شعال تاع أستاذ بافيون واحد شعال لقيت شفر دافير تاع ليزونتربريز بريفي ألجيريان 10 مليار دولار. كيف انت في بافيون صغير عندك ان شيفور دافير دو 10 مليار دو دولار ما شفناش كاع لو راس؟ اذا القدرات الانتاج والاستثمار والتجاره في القطاع الخاص الجزائري راهي كبيره بزاف. قدرات كيفاش نقول احنا ممكنه وكامنه، يجب استغلالها واعطاء الفرصه للخواص الجزائري باش يطلع بالاقتصاد نتاعو. طبعا راني قلت لك هذا ما يصراش كون ما تصراش لا ريفيزيون دو دوغم ايكونوميك، امتصاص الاموال الكتل النقديه اللي راهي تدور في بلاد، ربما دينار جديد وربما سياسة نقدية جديدة. احنا ايضا بدورنا نتمنى انه هذه الطبعة تنجح وتلاقي كل اهدافها المسطرة. شكرا لك استاذ جلو سلامة خبير اقتصادي على كل هذه المداخلة وعلى كل هذه المعلومات. شكرا لك. اهلا. اذا مشاهدينا كانت هذه فقرة نقاش لضيف او فقرة نقاش ضمن غرفة الاخبار التي تبقى متواصلة بعد الفاصل.